طيب هو عاوز يبقى يا باشمهندس، هو عاوز يكمل لي
مش احتمال دي، هو احتمال ده او ده او ده او ده، يبقى احتمال ايه؟ يبقى احتمال ده زائد احتمال ده زائد احتمال ده زائد 15، طب اي واحد فيهم احتماله كام؟ اي واحد فيهم احتماله كام؟ لو عندك احتمال ده اجيب احتماله ازاي؟ واحنا على راس كتير؟ ده لو كان فين؟ عايز اعمل هيبقى احتمال ان الاول يطلع 100 والثاني يطلع 100 والثالثه يعني تخطر. تخطر دول عباره عن ايه؟ دي عباره عن حصل ضرب، ده لهم ايه؟ اندبندنت ايفنتس. يبقى حصل ضرب يبقى بي او اتش في بي او اتش في بي او اتش في بي او اتش، بي او اتش كام مره؟ طب بي او اتش دي متغيره ولا ثابته؟ ثابته، ده لهم اندبندنت. بي او اتش اس كام؟ اس 4 في بي او تي في بي او تي، يبقى في بي او تي في اس كام؟ كل اس 2. يبقى احتمال اي واحد فيهم ثابت كلهم ثلاثه بقد بعضهم اللي هو ايه؟ بي او اتش كل اس 4 في بي او تي في كل اس 2. طيب احتمال ده قد احتمال ده قد احتمال ده، لما اجمعهم اعمل ازاي؟ احتمال واحد فيهم بايه؟ بعددهم. طب عددهم كام؟ 15 بالظبط كده. يبقى بي وبي هيساوي ايه يا باشمهندس؟ هيساوي 6 كومبينيشن 4 في بي اوف اتش كل اس 4 في بي اوف تي كل اس كام؟ اس 2. دي حالة عامة. نشتغل بقى، لو كانت انفير احط بي اوف اتش كام؟ ب 8 وبي اوف تي يبقى بي اوف تي اكيد بكام؟ اثنين عشر بقيت الوقت. طب لو كانت فين؟ اهو البي او تي بكام؟ والبي او تي بكام؟ بنص. تمام، يبقى ندرس بقى اول حاله لو انا شغاله امبي يبقى البي وبي اللي هو ان انا اسرع واحد من سته من سته فليكس عباره عن ايه؟ اللي هي سته كومبينيشن اربعه في 8 من 10 كل اس 4 في 2 من 10 كل اس 2. طب انا شغاله فين؟ لو انا شغاله فين؟ ممكن اعملها بالقانون ده يبقى بيهم دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 6 كومبينيشن 4 انا عددهم واحتمال كل واحد فيهم عباره عن ايه؟ عباره عن نص كل اس 4 في نص في كل اس 2 او اول نص كل اس 6. اطلع كام؟ اطلع ده تاني اهو كام؟ 15 على كام؟ على 64 زي ما انتوا قلتوا الاول، بس انا عايز اعلمهم سواء خير او خير نشتغل بيها ازاي. دي مفهومه؟ مفهومه يا شباب؟ طيب مسألة بقى مش مفهومه؟ مش مفهومه؟ ايه؟ هل معاملة ست مرات؟ يعني دي 2.6 اوت بوتس اللي هي 64 اوت بوتس. انا عندي ليست كريتيك معين هسميه بي، البي ده انا هدفع 4 هيك ليست، يبقى الاثنين التانيين اكيد ايه؟ اكيد هيبقى اثنين. طيب البي لو هجيب اكتب العناصر اللي جواه، العناصر اللي جواه حضرتك قلته ممكن تاخد الشكل ده. طب عددهم كام بالظبط؟ مش عارف. هل لازم اعمل الشفره ست مرات ست مراحل عشان اعرف الجيم ده؟ لا، انا ممكن اعرفها على طول. ازاي؟ قلنا هو 4 اكس و2 تي بس بيتبدلوا مع بعض، بيتبدلوا مع بعض يديني اول كود مختلف. طب عدد التبديلات دي بتساوي كام؟ كان ده باخد من الستة أربعة، يبقى هنا باخد من الستة أربعة يبقى أو عايز تعملها إزاي؟ ستة هقسم عاملين اتنين جروب، واحدة فيهم أربعة اتش واتنين تي، يعني عشان نكون مثلا أربع حروف اتش واتنين تي زي ما قلنا تنتهوا كده الأسبوع اللي فات. بعمل لهم كام كلمة؟ الكلمة بتيجي زي أساسا إن أنا هبدل الحروف مع بعضها. طب عدد التبديلات كام؟ لو الحروف مختلفة يبقى مضروب الست. طب لو الحروف متشابهة قلنا في تبديلات بتتقابل تكرار. طب التكرار ده بيجي ازاي؟ قلنا إن إحنا معناها إيه؟ مضروب الأربعة ومضروب الاثنين. يبقى دي عدد التقسيمات، مضروب ستة مضروب الاثنين مضروب الأربعة. هو نفسه اللي هو ستة كومبينيشن أربعة، ستة كومبينيشن أربعة، كأن عندي ستة باخد منهم أربعة.
خير، بتتعامل معاها ازاي. برضه احتمال كل واحد فيهم ثابت، اللي هو ده حضره بعدتهم يديني ايه؟ يديني الاهتمام بيه وفيه لو انا شغاله معاهم. مفهوم؟ طيب تكمله المساله بقى يا باشمهندس، باشمهندس كرم ابن عمي هو ده نفسه. بي
اهي يا دكتور اهي. Thank you.
بوقت على التمارين. يبقى كمان انا اكس يساوي 1 كمان بكام؟ يبقى 3 على 8. طب اكس يساوي 2 بيحصل امتى؟ فين اول جزء لقينا؟ على اكس 2 دي اول واحده، دي الثانيه، دي الثالثه. في اي حاجه ثانيه؟ لا، هما الثلاثه دول بس. يبقى هيك هيك وديت وهي تي هيك والثالثة تي هيك هيك. آخر واحدة بقى اكس بتساوي 3 بيحصل امتى يا شمسين؟ بتحصل امتى؟ في واحدة بس، لما ايه؟ في الأول هيك والثانية يظهر هيك والثالثة يظهر هيك. هيسألني عن حاجة اسمها الديستي فانكشن. ايه هي الديستي فانكشن؟ الديستي فانكشن اللي هي الدي اوف اكس. يبقى اكس هنا بيبقى بصفر ده واحد ده اتنين ده تلاته. بي او اكس يعني بي او اكس تساوي صفر. بي او اكس تساوي صفر دي نفسها بي او تي تي تي. طب بي او تي 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 بكام؟ واحد على كمان. ممكن يحسبوا ازاي؟ طالما اتنين ودول تمانية يبقى اي واحد من دول واحد على تمانية. يبقى كمان ده واحد على تمانية. ممكن احسبها كده نص في نص في نص ده واحد على تمانية. طيب لما اكس يساوي واحد كمان بكام؟ هو احتمال الايه كده؟ طب احتمال الايه كده بكام؟ 3 على 8 تمام. طب لما اكس يساوي 2 3 على 8. لما اكس يساوي 3 واحد على 8. لو عملت فعلا كده ترانسفورميشن لازم مجموع الوردز دي تطلع بكام؟ تطلع بواحد. لازم يطلع بواحد. يا ترانسفورميشن هنجيب له اكس لازم يطلع بواحد. عندي حاجه شايفين اسمها الاكتروفيكس اللي هي كومونيتد فانكشن. ايه تعريفها؟ لو عايز تجيب اف اوف بي هي مجموع الاحتمالات باكس اقل منها وتساوي بي. يعني ايه 50؟ يعني اجيب الاحتمال عند اكس بتساوي بي واجمعها على الاله. طب نشوف فين؟ لو حطينا الاله لاف اوف اكس اللي هي كومونيتد اف اوف زيرو معناها ايه؟ البي اوف زيرو اجمعها على الاله. في حاجه قبلها؟ في حاجه قبلها؟ مفيش. يبقى ال F و 0 يطلع بكام برضه؟ هيطلع بواحد على 8. يبقى دايما اول قيمه لل B واول قيمه لل F قد بعض. يعني ايه؟ يعني ال B و 0 هو نفس ال F و 0. فلو عايز احسب ال F بواحد هعمل ايه؟ اجيب ال B عند الواحد واجمعها على الاجزاء. الاجزاء اللي هي ايه؟ ال B بواحد ب 3 على 8 واجمعها على الاجزاء اللي هي 1 على 8 دي كام؟ 4 على 8. طب عايز اجيب الـ F اوف 2، F اوف 2 اجيبها ازاي؟ الـ B اوف 2 واجمعها على الـ A. طب اجمع الثلاثة دول ولا أحسن إن أنا أجمع القيمة دي على القيمة دي؟ أجمع 3 على 8 على 4 على 8. ليه؟ لأن لو جمعت دول قبل كده أحطهم هنا. يبقى الأحسن إن أنا أجمع القيمة الجديدة دي على الـ 4 على 8 دي كام؟ 7 على 3. طب عايز أجيب الـ F اوف 3، F اوف 3 يبقى كام؟ اكيد لازم اخد قيمه، اخد قيمه ل F و S لازم تبقى واحد. اخد قيمه ل F و S لازم تبقى واحد. طيب عندي حاجه اسمها اليمين اللي هو المتوسط. حد يعرف يعني ايه متوسط؟ يبقى مجموع العدد. لو خدنا مثلا الناس اللي في القاعه هنا وقلنا هناخد اطوالهم، قلنا مثلا ان يكون 150 كده انا عايز يكون 150 لانهم مثلا 5. بعد كده يكون 160، 160 لانهم 10. بعد كده يكون 170 لانهم 15. لو عايز اجيب المتوسط بعمل ايه؟ اضرب كل الطول بالعدد اللي هو تكراره واقسمه على عددهم الكلي. طيب العدد على العدد الكلي مش ده احتمال؟ العدد على العدد الكلي مش ده احتمال؟ صح كده؟ يبقى اقدر اقول ان اليمين هو عباره عن ايه؟ مجموع الاكس في
يبقى لما طلب منك الاكسبكتد فاليو لاي حاجه تعملها ازاي؟ هتجيب الاكس وتجيب البيو اكس وتعمل ايه؟ تضربهم في بعض المكافاه يديك ايه؟ يديك الاكسبكتد فاليو. لو هجيبهم هنا ازاي في التجربه دي؟ هعمل ايه؟ هعمل كام؟ الاكس في البيو اكس بكام بقى؟ يوصلك واحد على 8 يديك صفر، واحد في 3 على 8 يديك 3 على 8، 2 في 3 على 8 يديك 6 على 8، 3 في 1 على 8 يديك 3 على 8. اخد بقى السمشن الفانا دي مجموعها بكام؟ 3 و 6 9، 9 و 3 12 يديك 12 على 8. 12 على 8 يطلع بكام يعني؟ 3 على 2 دي 1.5، يعني سميت الفاليو هنا هتساوي كام؟ 1.5. يعني عدد التوسط عدد ظهور الاكس 1.5، في حاجة اسمها 1.5. يعني ايه بقى 1.5؟ المفروض ان هي لو تسألني عنها المفروض اقربها لاقرب عدد صحيح، يعني لو هي 1.5 تقرب لاثنين، لو هي 1.1 تقرب لواحد. يعني متوسط عدد ظهور الناس هنا تقريبا 2. مفهوم كلام؟ ده اسمه ايه؟ جميل. في عندي حاجه اسمها الفاريانس. ايه هو الفاريانس؟ ايه هو الفاريانس يا شباب؟ تعريفه الاول اللي هو ايه؟ انتشار الداتا حوالين مين؟ بعرف منه انتشار الداتا حوالين مين؟ يعني مثلا لو عرفت درجات ولقيت ايه؟ ان الفاريانس صغير، يعني ايه؟ يعني خدت المتوسط وجيت اوزع الداتا لقيتها حوالين المين، ده معناه ان مستوياتكم قريبه من ايه؟ قريبه من بعض. لكن لو جيت لقيت ايه؟ الفاريانس كبير قوي، يعني حوالين المتوسط، في ناس كده وفي ناس كده. ده معناه ايه؟ ان في ناس شاطر قوي وفي ناس ايه؟ تاني قوي في الجروب عادي، مستوياتكم متفاوته جدا. فالفاريانس معناه ايه؟ معناه اللي هو انحراف الداتا اللي هو مديهالي عن المتوسط، انحراف عن المتوسط اسمه البي او اكس او الفاريانس. طب اعرفه ازاي؟ بجيبه منين يا شباب؟ البي او اكس عباره عن ايه؟ عباره عن اي او اكس تربيع ناقص اي او اكس كل تربيع. يعني ايه 50؟ يعني ايه؟ في او اكس ده اللي هو الوسط اللي انا حسبته وربطها، امال ده بيجي ازاي؟ ايه هو اكس تربيع؟ ايه هو اي او اكس تربيع؟ اي او اكس تربيع بسميه سكند مومنت، مش اي او اكس اسمه فيرست مومنت، اي او اكس تربيع بقى اسمه سكند مومنت. اجيبه ازاي يعني؟ اجيبه ازاي؟ هو اي او اكس بكام؟ سميشن اكس في اي او اكس، يبقى اي او اكس تربيع عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن اكس تربيع في بي او اكس. بطل كلام. طيب ما لو عايز احسب الفاريانس دي هحسبه ازاي؟ ده لازم احسب ايه؟ اجيب الاي او اكس تربيع اللي هو ساكن من المومنت الاول. طب اجيبه ازاي؟ اعمل خانه يبقى فيها اكس تربيع في بي، خانه فيها اكس تربيع في بي، يعني ايه اكس تربيع؟ يعني كنت راندم فاريو ده 4 وضربه في بيو اكس يجي لي كام هنا؟ تربيع ده تلاقي يجي لي صفر. تربيع ده في 1 في 3 على 8 يجي لي 3 على 8. تربيع ده في 4، 4 في 3 يجي لي 12 على 8. تربيع ده في 9، 9 في 3 او 9 في 1 يجي لي 9 على 8. Yeah.
كمان شوية. ده دي وربع والثلاث من ثلاثة يطلع كام؟ 85 مليون. في حاجة بقى اسمها الستاندرد ديفيشن للبنك المعيار. عارفه ازاي؟ بتجيبه ازاي؟ البي ده بتاع البيو، يعني البي هيساوي سيجما سكوير، فلو عايز سيجما تجيبها ازاي؟ جذر ايه؟ جذر البي، البي هتطلع بكام؟ 75%، جذر البي بتاع 75%، جذر 75%، هطلع. مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ يبقى هيديك تجربة. التجربة دي هيعرفك راندوم فاريبل، راندوم فاريبل بيعمل ايه؟ بياخد الأوت بوتس بتاع التجربة العشوائية ويجيب بدلها ريال نمبر، ريال نمبر، زي ما انتم شفنا كده. المكان ده مكان الصفر ده كان ايه؟ كان فيه تي 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 احد نواتج التجربة. اشيله واحط مكانه قيمة ريال. احطه واحط البي او اكس اللي كانت مرة الاوت بوت ده، اعمل جدول بي اكس وبي او اكس. اجيب الكومونيتيف، الكومونيتيف مجموع وبوريدي ناقص الالف. زي اللي قبلها زي. طيب العكس بقى، لو ده الاي اوف 1 لو اديتك الاكس والاي اوف اكس وعايز اجيب البي، لو اديتك الاكس والاي اوف اكس وعايز اجيب البي ازاي؟ اول واحده زيها يعني هنزل البي دي ايه اللي كده بيديك ده وده وعايز البي، ايه رايك تقول ازاي؟ بالظبط احنا قلنا اول قيمه البي او اكس زي الاف او اكس، يعني ده واحد على الشغل. واحد على الشغل، تمام؟ بالظبط، قطع كل واحدة ناقص الأداء يديني كل هنا. 4 على 8 ناقص 1 على 8 يديني 3 على 8. طب بعد كده؟ 7 على 8 ناقص 4 على 8 يديني 3 على 8. بعد كده؟ 1 ناقص 7 على 8 يديني 1 على 8. يعني لو جيت الاكس والاكس والاكس اقدر اجيب البي اوف اكس اختار. طب ممكن انا اصل لعبتها يديني كود الاكمال. مفهوم؟ طب ممكن منك ايه كمان؟ ممكن من حضرتك انت ترسم البي اوف اكس اكنها داله مع الاكس والاف اوف اكس مع الاكس، ترسمها ازاي؟ يقول لك فايند اند سكتش البي او اكس والاي او اكس. طبعا احنا جبنا البي او اكس والاي او اكس لسه يعتبر رسمتها، رسمتها ازاي؟ ادي الاي نمبر اكس وادي البي او اكس. نشوف بقى عند الصفر البي او اكس بكام؟ 1 على 8. اعمل عمود طوله 1 على 8. طب بعد كده عندي الواحد 3 على 8، يعني بص في الهندسه كده اعمل المسافه دي قدها 3 مرات. طب بعد كده عندي الاثنين، عندي الاثنين برضه ايه؟ 3 على 8. عندي 3 برضه 1 على 8، 3 على 8، 3 على 8، 1 على 8. ده البي او اكس قيم منفصله زي ما انت شايف، عشان كده بنسميه نسمي الاكس ده ديسك راندوم فاليو. ليه؟ لان هو قيم منفصله. ما ده قيم متعرف على فتره بسميه كونتينوس. لو الاكس ده متعرف على فتره لو مثلا الناس بتعطلها من 150 ل 160 عددهم مثلا طوله 10، يبقى الرقم الفرق هنا ايه؟ فرق. يعني انا بقول لك ايه؟ الناس اللي بتطلع 160 ممكن اقول بس. مفهوم؟ يبقى الرقم الفرق هنا نوعين، نوع ديستنت ونوع كونتينوس. هنبدا بالديستنت وبعد كده ان شاء الله هقول لك انا كونتينوس. هنخلص الديستنت بقى المعرض كلها الاول وبعد كده نكمل ايه؟ نكمل كونتينوس. لو عايز تسأل الاف اوف اكس ترسمها ازاي؟
لقيتوا الاسم فيها ازاي؟ عند الصفر؟ قبل الصفر؟ قبل الصفر؟ لقيتوا الاسم؟ الصفر؟ مفيش أي حاجة. طيب عند الصفر؟ كل الأبجد؟ كل الأبجد؟ واحد على الأبجد؟ طب بعد كده؟ قبل الواحد بحتة صغيرة كانت سبعة بكام؟ عند واحد على ثمانية. طب عند الواحد بقت بكام؟ عند الواحد بقت بكام؟ بأربعة على ثمانية. طيب قبل الاثنين سبعة على أربعة على ثمانية. طب عند الثلاثة قبل الثلاثة عند الثلاثة بكام؟ بعد الاثنين بعد الاثنين عند الاثنين اربع على كام؟ بسبعة على ثمانية. وقبل الثلاثة سبعة على سبعة على ثمانية. طب بعد الثلاثة أو عند الثلاثة هتطلع الواحد. طب بعد الثلاثة هتثبت على إيه؟ هتثبت على الواحد. ده شكلها عامل زي السلم ده الأهل وده زي ده اللي هو زي إيه؟ تاني قبل الصفر ملهاش أي مفهوم. طب بعد كده عند الصفر هتطلع لكام؟ لواحد على ثمانية. عند الصفر لواحد على ثمانية. طب ما بين الصفر والواحد بتبقى صفر على ثمانية. يعني لو قلت لك ايه ونص؟ ليه؟ لو قلت لك ايه ونص معناها ايه؟ اقل ايه او تساوي نص. ده تعرفه. طب فين بي او اكس اقل من تساوي نص؟ مفيش غير عند الصفر. هي نفسها بي او اكس تساوي صفر اللي هي كام؟ واحد على ثمانية. طب بي او ايكوال 99% هي بي او اكس اقل من او تساوي 99%. مفيش غير ايه؟ مفيش غير عند الصفر. يبقى من الصفر للواحد هتبقى صفر عند واحد على ثمانية. طب عند الواحد بالظبط هتبقى كام؟ هتبقى كام؟ ثلاثة أربعة على ثمانية. طب لو قلت لك عايز إيه واحد ونص؟ إيه واحد ونص؟ أجيبها إزاي؟ عبارة عن بي أو إكس أقل من أو يساوي واحد ونص. اللي أقل من واحد ونص كام؟ الواحد والصفر صح؟ يبقى عبارة عن إيه؟ بي أو واحد زائد بي أو صفر. بي أو واحد بكام؟ بي أو صفر واحد على ثمانية. بي أو واحد بكام؟ بأربعة على ثمانية. كام؟ تلاتة على ثمانية. يطلع بأربعة على ثمانية. يبقى هتبدأ سبت من واحد للاثنين بالرقم ده اللي هو أربعة على ثمانية. وهكذا عامل زي إيه؟ زي السن. تسميها دايماً بتبقى عاملة زي السن. مفهوم يا شمسين؟ وهكذا بقى تبدأ آخر آخر سنة فيها تبقى سبت عن إيه؟ سبت عن الواحد. يبقى لو قلت لك إيه؟ وصلت من النهاية صفر. لو قلت لك إيه؟ وفي من النهاية واحد. تمام. الرسمة دي مهمة حتى لو أنا ما طلبتش بس هطلبها يعني ترسمها برضه. اللي هي إن أنا أرسم ده وأرسم ده. دي ألف تعريف إيه؟ عند أي قيمة على الخمسين هي عبارة عن بي أو إكس أقل من أو تساوي القيمة. يعني فوق الاحتمال اللي دي عند القيمة دي وأجمعها على القيمة اللي قبلها. لو قلنا عايز إيه وقاعد ونص؟ إيه وقاعد ونص؟ هجيبها إزاي؟ عبارة عن البي أو إكس أقل من أو تساوي واحد ونص. يعني إيه؟ مجموع الاجتماع عند واحد ونص ناقص اللي قبلها. طب هنا البي بتاخد قيمة منفصلة، بياخد قيمة منفصلة، صح؟ يبقى لو عايز أحسب بقى أحسب إيه؟ أحسب إيه يا شمسين؟ هي قيمة منفصلة، ما بينها مفيش، مفيش أي قيمة، هحسب عند القيم دي بس،
القرن كام؟ هي موجود فين بس؟ عند ايه؟ القرن الاقل ده ونص اللي هي كام؟ اللي هي عند الصفر عند الواحد بقى كان احمالين دول بقى بي والصفر زائد بي والواحد في القرن كام؟ في القرن كام يا باشمهندس؟ بي والصفر اللي هي كام؟ 1 على 8 وبي والواحد 3 على 8 تطلع 4 على 8 ده معناها ايه؟ ده معناها ان هي ما بين الواحد والاثنين ده اللي صفر صفر عند الكام؟ عند الأربعة على 8 دي الرسمة ماشي اللي كان بيسأل بيسأل رسمتها كده ليه؟ مش هي كده منفصلة؟ فأنا بقول له ليه؟ يعني ايه ما بين الفقرات دي محافظة على القيمة ما بين الصفر والواحد سبعة على ثمانية ما بين الواحد والاثنين والأربعة على ثمانية سبعة على ثمانية واحد ناخد كده مثال تاني ونحسب من الحاجات دي مع الـ W of X كام؟
اجيبه ازاي؟ كيلو اكس اللي هو مجموع اكس كيلو اكس المفروض هيساوي ايه؟ كيلو اكس لواحد من 6.10. طيب المجموع ده جبته ازاي؟ اضرب كل اكس في كيلو اكس بتاعتها، صفر ده يبقى صفر، واحد في 2 ايه؟ 2 ايه؟ 2 في ايه؟ 2 ايه؟ 3 في 3 دي 3 بكام؟ 1 من 6.10 والمعادله دي اول معادله، محتاجه كمان معادله. المعادلة الثانية مجموع اللوغاريتمز تساوي واحد، مش مذكورة؟ بس كده يا جماعة بقى تاني معادلة مجموع الاكمالات دايما بكام؟ دايما بواحد، مجموع الاكمالات يبقى بكام؟ 3 ايه؟ و2 ايه؟ و ايه؟ و بي ده بواحد، دي المعادلة رقم 2. احل المعادلتين مع بعض واطلع ايه يا شباب؟ هطلع كوت الـ A وكوت الـ B، الـ A هيطلع بواحد من عشرة والـ B تقريباً أربعة من عشرة أو حاجة. طب بعد كده عايز إيه بقى؟ جبت له الـ A والـ B، عايز الـ B والـ X، هعمل إيه؟ هو يطلع وقع مكان الـ A والـ B اللي جبتها، وعايز الـ X والـ X، وعايز الناس منهم. وعايز السيجما اعملها ازاي؟ مجرد بقى اقعد هنا على ايه؟ احط دي بروت اكس على ايه ده؟ 1 من 10 يبقى ده 3 من 10 يبقى ده كام؟ 2 من 10 ده 1 من 10 تكملتهم اللي هي 4 من 10. عندك الاكس والبيوت اكس تقدر تقسمهم وتجيب الاكس اكس تقسمها تجيب السيجما بقى الاكس تبعت من دي وتجمع الحالة دي وتروح على ايه؟ تروح 1 من 6 من 10 دي هتجيب من دي تاخد الجزء من السيجما، السيجما اللي هو الثمرة في دي. مفهومة دي؟ مفهومة؟ طيب لا اصبح بكام؟ ب2، فطبعا هنكتب واحد يبقى 3
قشطه. عايز اجيب ايه؟ اه دي قصدي اللي هي كام؟ 1 على 6. دي قصدي 1 على 6. دي قصدي كام؟ 1 على 6. يبقى دي بيو بيس. هنحط 1 هنمر ب 1 1 تمام. طب بعد كده عايز البيو بيس وعايز البريكو بيس والبرومبو نرسمهم بقى زي ما انتوا عارفين. طب بعد كده عايز الاي اعمل ايه؟ اعمل كده احط بقى ايه؟ الاكس اضرب على البيو بيس واجمعها مجموعها يطلع ايه؟ الاي. طب عايز السيجما هذه كمان رمله، فالرمله
واحد على اثنين واحد